بدكن تبرمجوا الإيثرنت شيت تبعكن ومش عارفين كيف، رح قلكن أهين طريقة. عفات شو بتعملوا؟ ثلاث ستابس كتير بسيطين. بتوصلوا الإيثرنت شيت تبعكن مثل ما شايفين هون. لازم تنتبهوا أنتوا عم بتشكوها، لأنه هاي مش كل الأوقات بتفوت منيح، فلازم تنتبهوا أنتوا عم بتشكوها تتجي هيدي مسنترة مزبوط. بعدين بتجيبوا الكابل وبتشكوه بقلبه، سوري بتشكوه بقلبه، ومن تاني مين بتشكوا هيدا الكابل باللان تبع الراوتر تبعكم. تنبلش نقدر نستعمل شيلد، مننزل لايبراري الايثرنت من الاردوينو لايبراري بقلب البروجرام، ونحن بهيدا الفيديو رح نستعمل الاكزامبل الويب كلاينت تنجربه. بالويب كلاينت غيرنا الماك ادرس يلي هي اصلا حاططها البروجرام، وغيرنا الاي بي ادرس بما يتناسب مع اللي عندنا اياها نحن بقلب النتورك تبعنا، يلي هي بهيدا الكيس انفدو انسي سويت 230. كل حدا عم بيشوف الفيديو يشوف شو هي الادرس اي بي اللي عنده هو على اللان تبعه ويحطها بيست على اللان تبعه. بعد ما نعمل ابلود للكود على الاردوينو بنشوف انه دغري بيمشي بلا اي مشاكل، وبيعطينا انه اللينك هي كونكتد وبيطلب باج اللي هي google.com وبتبين عنا. الأدوية يلي موجودين على الشيلد رح نقولهم بشكل كتير سريع. الـ PWR هو الضوء يلي يلانديك انه جاي الباور على الشيلد. اللينك يلانديك انه اللينك بتوين الشيلد والراوتر ماشي، يعني بمعنى اخر الكابل ماشي، وبس يضوى ويطفي يلانديك انه جاي او رايح داتا من الشيلد او على الشيلد. وفول دي وقتها يكون مضوى يلانديك انه هيدا النتورك تبعنا هو فول ديبلكس. الصائم اذا كانت مضويه يعني في بريزانس لنتورك كونكشن بسرعه 100 ميجا بيت بار سكوند، والار اكس وقتها يكون عم نتلقى داتا، والتي اكس وقتها نكون عم نبعت داتا، وبالاخر في الكوليجن يعني هي السي او ال ال وقت الضوء والطفي، يعني صار عندي كوليجن على النتورك. هودي باختصار الادويه يعني عم نشوفهم.